أحبي نفسك، كوني أنت، كوني مبدعة. السلام عليكم اخواتي من جديد، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي غادي تكون فيه هكا جوله في مرجان، درت لكم هكذا جوله وصورت لكم بالتفاصيل، خليت الفيديو طبيعي، ما نقصت منه، ما زربته، ما والو، باش هكذا الاخوات اللي مهتمات يبان لهم البرودوي والثمن ديالو، اولا لارتيكل والثمن ديالو. فحاولت ما امكن انني نشد لكم الاثمنه. هنا دايرين عروض بمناسبه العيد الاضحى كيف ما كتلاحظوا معايا، يعني المستلزمات ديال عيد الاضحى كيف ما شفتوا، دوك القطاعات بمختلف الاحجام والاثمنه راه حتى هي مختلفه. شوفوا البنات هاد لي بروشيت هادو كرومي، مستيلين زوينين، هما كبارين شويه، غلاضين شويه، ولكن زوينين، دايرينهم فهاد البوشيت ديالهم. الثمن ديالهم كيدير 29 درهم و 90 سنتيم. وهذوك العاديين البنات اللي اليدين ديالهم ديال البلاستيك راه كيديروا 27 درهم فاصلة 90. وهادو كيف كتشوفوا قطاعات ديال البلاستيك، وكاينه القطعه اللي كتكون معها ديك القراده البنات اللي كنقطعوا بها الربيع كيف ما شفتوا. هاد المجموعه ديال لي كاسخول الا شفتوها راه الثمن ديالها 169 درهم. واثار انتباهي هاد المنظمات هادو، هاد لي باسكيت اولا هاد لي باني صغيورين هكذا، زوينين تاهما الشكل ديالهم، غير هو الثمن شويه بالمقارنه مع الحجم ديالهم يعني شويه غالي، دايرين ليهم 39 درهم. يعني صراحة كان ممكن يديروا لهم 25 درهم هكذاك يكون ثمن مناسب. كاينين هاد القريعات حتى هما البنات زوينين صراحة، الشكل ديالهم غزال زوين بزاف، هما زاج ومصبوغين بالاسود، وفيهم هذيك لابارتي هكا اللي ممكن تكتبي فيها. الغطايا ديالهم ديال الخشب زوينين بزاف، الثمن ديالهم كيختلف على حسب الحجم. كذلك كاينين هاد المجموعه هادي اللي ديال خاصه حتى هي ممكن ديروا فيها لي زيبيس، يعني التوابل كيجيو فيها ثلاثه بالالوان مختلفه في الغلاقه ديالهم، عندهم ديك السداده المحكمه بحال هكا، حتى هما زوينين، والثمن ديالهم بثلاثه 35 درهم فاصلة 90 سنتيم. وكاينه هادي اللي كتمشي بحال هكا، كيمشيو ثلاثه مع بعضياتهم بهذيك ديالهم، زوينين، ممكن تحطو كيف ما شفتو معايا، كيف ما حطيتهم انا دابا قدامكم. وكذلك كاينين هادو حتى هما الشكل ديالهم زوين، هادو كبار البنات، كبارين ومحكمين في الاغلاق، يعني يصلحوا لي بات، للروز، للقطاني، بزاف ديال الامور. الثمن ديالهم 45 درهم. وهنا البنات دوك القلع اللي كنت خديته في الفيديو السابق وريته لكم كيدير 9 دراهم والفاصله، يعني تقريبا 10 دراهم، هما هادو اللي دوزتهم دابا. وهنايا دوك البانيوات والشبيكات راكم كتشوفوا الاثمنه ديالهم راه واضحه، الاثمنه ديالهم ما غالياش وصراحه كنحتاجوهم في هذا العيد الكبير. وهنا هنا المعلقات والفراش والماس وكل شيء. وكاينين هادو الخاصين بالعيد، ها هما كيف كتشوفوا معايا، وحده ديال لاماكوم كدير 25 درهم، هذه اللي على يديكم اليمين هذه 25 درهم. وكاينه ديك السكين الكبيره كاع راه كدير 35، وكاينه حتى 45 درهم. هادو المضايات البنات كنحتاجوهم باش نمضيو بهم الماس هكا في العيد، ما عرفتش الثمن ديالهم بالضبط، راه كاين جوج اثمنه تما ما عرفتش انا واحد فيهم ديالهم. وهنايا كاينين عاوتاني القطاعات ديال الخشب زوينين، هادو 79 درهم، ما عرفتش جاتني هي خفيفه صغيره البنات، صغيره وخفيفه، وداري لها 79 درهم، جاتني انا طخو شيغ عليها يعني ما تستاهلاش. كاينين وحدين اخرين حسن منها وكبر منها وبداك الثمن تقريبا.
كاينين هادو البلاستيك، راه ديجا كنت وريتكم وحدين قبيله ديال البلاستيك اللي كتجي معاهم ديك القطاعه اللي كنقطعوا بها. وهذا وقيله ديال لاماكوم، ديال لاماكوم جامعين فيها ثلاثه الانواع ديال الماس، من الصغيره للكبيره، يعني كاينه ديك الخاصه بالصليخ وداكشي، وكاينه فيها المضايه، وكاينه هذاك الكروشي اللي كنعلقوا بها البنات الحولي. الثمن ديالها 49 درهم. شوفوا معايا البنات، كاينه هذه كدير 36 درهم، يمكن كتنقي، كيقولوا كتنقي الثومه ديال الغارليك، الثومه كتنقيها زعما، يمكن ما عرفتش، ما انا شاده البورطابل بيد ما جربتهاش، يعني كتبقى هكا كدور على اساس انها تنقي الثومه، ولكن الا كانت الثومه ماشي يابسه فراه يستحيل تنقيها. الا كانت باقا جديده الثومه وما يابساش مزيان ما كنظنش غادي تنفع هذه، يعني خصنا نخدموا يدياتنا. وهادو القطاعات الاخرين راه ديجا معروفين، هادو كاينين في الاسواق بالاشكال مختلفه، يعني قطعوا فيهم البطاطا، البصله، الخضر بصفه عامه. وهذه ديك لا ماشين اولا ديك الماكينه اليدويه الخاصه بلي بات، ما عرفتش البنات انا جاتني مغليينها بزاف هنايا، المهم حتى تقولوا لي نتوما الا كان شي وحده فيكم عندها ديجا وشارياها. جاتني مغليينها بزاف هنا، راه كتنفعنا حنايا المغاربه كنخدموا بها حتى الرزه ديال القاضي، رزه القاضي. بانت لي هذه حتى هي الخاصه بالبزار والملح، زوينين صراحه الشكل ديالهم زوين بزاف، كيديروا 50 درهم، يعني شكلهم جديد هكا فيهم الالوان. وهادو ديال الثومه. وهنايا لي كاسرول والمقالي وداكشي. هاد المقالي البنات صراحه زوينين، غري بان، غري فيوند، تخدم لكل شيء، اي حاجه بغيتي تشويها هكا كتجي زوينه بزاف صراحه. خصني ناخذ شي وحده، كيعجبوني لانني شفتهم عند ماما صراحه زوينين. ممكن اي حاجه كيف قلت لكم هكا، شي ستيك ولا شي حاجه تشويوها بنقيطه ديال الزيت اولا بلا زيت كاع ممتازه. وبطبيعه الحال راه كل ما زاد الثمن كل ما كتزاد الجوده في هاد الانواع كامله ديال المقالي وداكشي. وطيفال طبعا لا يعلى عليها. صراحه زوينه طيفال، يعني بالتجربه طيفال كتصبر سنوات وسنوات، ماشي بحال الانواع الاخرى اللي ما معروفاش واللي اقل ثمن. وهنا البنات كاين واحد المجموعه ديال المنظمات، كاين هذا هو اللي كتشوفوا معايا، يصلح هكذا الخضار، يصلح يعني بزاف ديال الاستعمالات، كيجي واحد فوق واحد اولا، المهم يقدروا يكونوا جوج اولا ثلاثه. كاين شبيكات، هادو اشكال اخرين ديال الشبيكات اللي ممكن نستعملوهم في هاد عيد الاضحى، كنحتاجوهم صراحه، زوينين كيبانوا كاليتي مزيانه. ديال ساغا على ما اظن كيديروا 18 درهم، 18 درهم والفصيله. كاينين هادو حتى هما، حتى هما زوينين هكذا الا بغيتي توصلوا شي حاجه، وكتبقى تقطر في هذاك البواطانيت، حتى هما زوينين. وهادو البنات هاد المنظم هذا حتى هو زوين، اللي ممكن تلصقيه هكا في البلاكار، هو راه ممكن ينفع لعدة استعمالات، ممكن تجمعي فيه مثلا البقايا ديال الخضر، تنقي هكا الخضر ملي تكوني كتنقي، ممكن ديري فيه اي حاجة، اي حاجة البنات شتي. هاد الشيء هذا كله راه متعدد الاستعمالات، ماشي بالضرورة نستعملوه غير لذاك الشيء اللي مثلا تيجي في الورقة ديالتو او لا في الصورة اللي كتكون مرافقة ليه. فوالا البنات، كذلك كاين هاد الشبيكات حتى هما عجبوني البنات، زوينين بزاف، كبارين هادو، ينفعوا للتنظيم ديال الثلاجه سيرتو الناس اللي عندهم ثلاجات كبار. 9 دراهم البنات، زوينين بزاف عجبوني، اللون ديالهم ابيض فاتح، والكاليتي ديالهم زوينه وخفاف ما تقالش، ينفعوا للتنظيم ديال الثلاجه، ديال البلاكارات، ديال حتى الماريو،
يعني كيما قلت لكم عدة استعمالات. كاين انواع عديده من الشبيكات، من هذوك البانيوات. المهم هاد الاواني البلاستيكيه راكم كتعرفوا فيها بزاف ديال الاشكال، وهذه حتى هي عباره على بواطات كيتسدوا، كيجيو ثلاثه مع بعضياتهم. هنا البنات غادي نحبس لكم هذا الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف، وان شاء الله غادي نكمل لكم، غنحط لكم التتمه في الفيديو القادم بحول الله، فتسناو غادي نوريكم مازال اواني رائعه زوينه بزاف، اواني ديال الزاج وبلاستيكيه وكل شيء. كذلك غادي نوريكم واحد المنتوجات جديده، منتوجات ديال التنظيف ديال المرجان رائعه فصراحة، وديري لهم ثمن زوين بزاف. فخلي معايا وتسناو الفيديو القادم غادي يعجبكم بزاف. كذلك غادي نحط لكم فيديو هكذا فيه زياره الحواله، مشينا شفنا الحواله اللي جابوا في مرجان، فخليكم معايا باش تشوفوا التتمه. خليتكم في امان الله، وشكرا على حسن المتابعه. سلامه.